نهاركم سعيد مشاهدينا على اليوم الأحد 10 تموز 2016. مع انتهاء عطلة عيد الفطر وعطلة نهاية الأسبوع، يفتتح الأسبوع المقبل لبنانيا بزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت ليومين، يلتقي خلالهما مسؤولين رسميين، مرشحين رئاسيين، قيادات سياسية واقتصادية ودينية ومعنيين في ملف النازحين السوريين، حاملا رسائل مختلفة إلى اللبنانيين من دون مبادرة لأي حل لأزمة الرئاسة اللبنانية بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة الحياة، خصوصا أن لا تغيير حصل في كل من الموقف الإيراني والموقف السعودي في جو إقليمي ودولي غير مؤات بعد لتسويات سياسية شاملة في ظل مرحلة خلط أوراق إقليمية ودولية تفرضها تطورات سياسية وميدانية كما يحصل في حلب مثلا، وفي ظل ترقب لاستحقاقات مقبلة أبرزها الانتخابات الأمريكية وعلاقة الغرب مع روسيا، خصوصا بعد قمة حلف الأطلسي في وارسو التصعيدية تجاه روسيا رغم عدم اعتبارها تهديدا آنيا. في أي حال سنحاول تناول كل هذه المسائل المحلية والإقليمية والدولية مع ضيفنا فينا نقول المميز لصباح اليوم، رئيس تحرير صحيفة الحياة الأستاذ غسان شربل. رح ننطر تيقعد بس لأنه علق بعجقة سير كتير قوية نتيجة حادث السير المروع الذي حصل على أوتوستراد جوني المسلك الشرقي، وعم نشوف كيف السير واقف كليا على أوتوستراد جوني نتيجة هذا الحادث الذي أدى إلى سقوط 3 قتلى وجريحين بعتقد لحديث هلأ بحسب يعني المعلومات الأولية التي وصلت حول هذا الحادث. إذن السير متوقف كليا تقريبا على أوتوستراد جوني باتجاه الشمال نتيجة حادث السير الذي وقع يعني قبل جسر المعاملتين بهالمنطقة تقريبا. رح نكفي جولة حركة السير لصباح اليوم، روح على الدورة عن الحركة طبيعية بجسر شارل حلو، كمان المرفق حركة كمان طبيعية إلى خفيفة. ننتقل إلى ساحة ساسين كمان كتير خفيفة الحركة، الحمراء أيضا، طريق المطار عادية، وأخيرا صيدا كمان حركة سير عادية. وكمان نشير يعني للأسف يعني نعلن أن الأستاذ إلي صليبي في ذمة الله، هو الكاتب والأديب والصحافي وصاحب الكلمة الشفافة والإحساس المرهف والصوت الرخيم والحضور المميز، هو من مؤسسي التلفزيون في لبنان ومن جيله. بدأ مشواره في شركة تلفزيون لبنان والمشرق عام 1963 في القناة 5 و11، أسس شركات إنتاج بين لبنان والسعودية، ثم ساهم بنهضة الـLBC حيث ترافقنا منذ العام 1986 فترأس تحرير أخبار الـLBC حتى حوالي منتصف التسعينات، ثم أسس مع بيير الظاهر الفضائية اللبنانية وأكمل بعدها المشوار من خلال مواقع أيضا حتى اللحظة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان حضوره أيضا كتاريخه لافتا ومميزا. من نتوجه بأحر التعازي لأسرة الأستاذ إلي صليبي والله يرحمه. صار فينا هلا نرحب بضيفنا يعني استاذ غسان شربل. نهارك سعيد، اهلا وسهلا فيك. اهلا يعني نهارك سعيد. اكيد عندك كلمه بالاستاذ إلي صليبي. الاستاذ إلي صليبي يعني من اللي تعلمنا نحن منه، خصوصي بذكر عبر هالحساسيه على اللغه والقدره العاليه على التعبير. للاسف دائما نفتتح نهاراتنا بخسارات من هذا النوع، ومش كتار الناس اللي من هذا النوع. طبعا الله يرحمه من جديد، ويعني أحر التعازي، وبنقول لك الحمد لله على السلامة وصولك يعني بسير للأسف كمان يعني أنه حادث أوقع 3 قتلى صباح يوم الأحد. هالحوادث اليومية يعني حتى مبارح حصل كمان يعني عجل سير بسبب حوادث سير أيضا، وبصير تأخر على الطرقات. نتمنى الكل ينتبهوا ويسوقوا يعني بشوية وعي وشوية هيك هدوء، ما ناقصنا مصايب. نحن يعني كمان قبل ما نبلش نحكي وياك بدك تسمح لي اخذ اتصال، لانه
منه حاضر، لانه اتصلنا بالزميله رندا تقدين لحتى نحكي انا وياها شوي بزياره وزير خارجيه الفرنسي، قلنا بركه تاخرت اكثر ولكن الاتصال مش جاهز بعد. طبعا يعني بدنا نبلش من وضع اللبناني يعني، وهيك نحن دائما بنسكر بزبيبه مثل ما بيقولوا بلبنان، وبننطر اي تحرك ان كان داخلي او خارجي حتى نبني عليه انه امكانيه خرق في جدار يعني هذه الازمه وخصوصا الرئاسيه يعني. وبالتالي عم كثير الاخبار حول زياره وزير الخارجيه، يحمل مبادره ليحمل مبادره. طبعا هلا رندا بتحطنا اكثر بالجو، بس شو قراءتك لهذه الخطوه الفرنسيه تجاه لبنان في هذا التوقيت؟ انا بعتقد انه الظروف ليست ناضجه بعد ل يعني تحقيق اختراق. الدول اوقات يعني تحضر بين وقت واخر لحتى تضل يعني تعمل صيانه لعلاقاتها لحتى تحاول تفتح بواب الامل قدام الناس اللي بتتعاطى معهم. نعم. انا ما بعتقد انه نحن بمرحله تحقيق اختراق او بمرحله حلول. انا شايف انه الازمات بمحيطنا عم تشتد، رايحين على ما هو اصعب، سواء بالملف السوري، رايحين يمكن على مرحله جديده من التوتر بملف علاقات إيران، بمرحلة ما بعد الاتفاق النووي، موضوع الصواريخ والاتهامات جديدة، ربما نكون رايحين على مرحلة شوي أصعب رغم إمكانية التعاون على المسرح السوري بين أمريكا وروسيا. نعم. لأنه مقررات الأطلسي أكيد لم تسلج صدر فلاديمير بوتين، كونه قمة الحلف الأطلسي في وارسو حيث تأسس الحلف السابق. نعم. واللي كان انهياره يعني بيعتبره فلاديمير بوتين يعني كارثة جيوستراتيجية، انهيار الاتحاد السوفيتي. فأنا بعتقد رايحين على مزيد من الصعوبة. لا نبلش الحلقة بكتير تفاؤل يعني، بس لهذا الوقت للأسف لا بنرجع منفصل شوي يعني هذه الملفات. ولكن خلينا يعني ناخذ الاتصال مع الزميلة رندا. رندا نهارك سعيد. أهلين أهلين لك ولأستاذ غسان اللي نحن في بيروت تجمعنا بين لندن. صحيفة الحياة كلها اليوم ببيروت. رندا اليوم يعني بالنسبة لموضوع زيارة إيرو، يعني نقلي حضرتك عن مصدر دبلوماسي ومصدر رفيع، يعني أنه ما لا يمكن توقع يعني نتائج أو مبادرات من هذه الزيارة، بل هي حملة يحمل فقط رسائل باتجاهات مختلفة. يعني لو بتحطينا أكثر يعني بتفاصيل هذه الأجواء. دولي يعني اليوم فرنسا شايفة أنه الوضع الإقليمي بالنسبة للرئاسة اللبنانية ما تغير، يعني بالنسبة لزيارة وزير خارجية إيران وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعني اثنين كانوا بالنسبة للبنان أنه لازم اللبنانية يتفقوا، يعني ماشي، يعني ما في شيء جديد، ما في جديد، يعني إيران ما غيرت موقفها. متشددة بالنسبة لأنه لازم المسيحيين يتفقوا، وبعدين نحنا يعني نحنا منقول لأصدقائنا إنه يعني يمشوا بالقصة. بس ما في موقف جديد إيراني. نعم. طب رندا لكن شو مبرر هذه الزيارة بحسب المصادر الفرنسية؟ لا أنا رح أقول لك شو المبرر. فرنسا بتقول والفرنسوية كلهم بيقولوا بالرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية كلهم لما بتحكي معهم بيقولوا لي إنه فرنسا باقية ومهتمة بلبنان وحريصة على إنه يصير في حل بالنسبة لهالقصة. نعم. وإنه الوضع الاقتصادي عم يتدهور وإنه ما لازم يعني يكفي هالتدهور، فنحن عم نساعد، عم نعمل تعبئة دولية. لا في اجتماع بنيويورك بأيلول
مشان دعم الموقف السياسي تبع لبنان وانه المساعده ليعملوا شيء. بس انه نحن حاضرين بدنا نفرجي انه فرنسا كبير وحاجزين بعد دورنا، بركي صار في تسويات يكون لنا دور بلبنان اذا صار في تغيير بالنسبه للمواقف الاقليميه. نحن رح نضل نحاول لحتى نشوف شو ممكن نعمل. ولما يصير الظروف تسمح دغري نحن بنتحرك. بس انه مين عم بيهتم بلبنان اليوم؟ بيقول لك انه الفرنساوي بس، نحن فرنسا باقيين مهتمين وبدنا نجي وبدنا نروح. واجا الرئيس هولاند، وبدي اقول لك دولي الرئيس هولاند متابع تفاصيل الوضع اللبناني تماما مثل ما كان شيراك يهتم بالوضع اللبناني. يعني بيعرف التفاصيل. هلا وزير خارجيته لا، بس هو ايه لانه ايه بيقبي يعني واضح من اللقاءات اللي عم بيعقدها دائما مع مسؤولين وزيارات عم بيقوموا فيها بعض القيادات السياسيه اللبنانيه ولقاءاتهم مع الرئيس اولاند. تماما. وبيعرف الطبقه السياسيه اللبنانيه وتفاصيلها ومهتم بلبنان. يعني هولاند عم بيتابع الوضع اللبناني، وبعدين كل زائر عنده هو بيفتح له سيرة لبنان. يعني هو فتح السيرة مع ظريف، وهو فتح السيرة مع ولي العهد السعودي انه لازم تكفوا تساعدوا الجيش اللبناني ولازم ترجعوا تساعدوا. يعني بس انه هذه هي المواقف، بس انه ما في شيء جديد. شكرا لك رندا، انا بدي اشكرك يعني اليوم لتلبيتك على هلا بالاتصال المفاجئ، يعني لانه بنعرف انت هلا مشغوله شوي كمان بزيارتك القصيره للبنان، ان شاء الله بنقدر يعني نقدر نشوفك. شكرا تحياتي. باي باي. شكرا باي. اذا استاذ غسان، سمعت رندا شو قالت؟ يعني عندك تعقيب على ايه؟ عندي تالي، انا ما عندي اي شك انه فرانسوا هولاند مهتم بلبنان. أنا عندي شك أنه يكونوا اللبنانيين مهتم بلبنان. يعني تحولت إلى موضوع مهين هذه المسألة، أنه خلي الزعماء المسيحيين يتفقوا. الزعماء المسيحيين نحن بنعرف مش لح يتفقوا، رغم أنه أنا بعتقد مع أنه أبرز زعيمين اتفقوا يعني. إيه نعم بس أنا بعتقد أكبر هزيمة للمسيحيين بهذه المرحلة هي شغور القصر الرئاسي من دون ما يكون عندنا أوهام حول دور الرئيس. اعتاد البلد على العيش بلا رئيس، وهيدي كمان بيتحملوا مسؤوليتها المسيحيين إذا كانوا هن المعرقلين، ومسؤولية عدم كشف المعرقلين إذا كان غيرهم هو المعرقل. لأنه بيقولوا لك إنه إذا انتخبوا رئيس إنه شو رح يغير؟ شيء مضحك مثلا إنه بيطلعوا الناس على التلفزيونات وبدهم يقنعوا المواطنين إنه أحسن بلا رئيس. يعني هي ممكن أحسن بلا رئيس ننطر شوي لو عنا مثلا فخر الدين جاي، لو ناطرين شارل دوغول. نحن كلنا بنعرف بعضنا وبنعرف يعني الأسماء المطروحة وإمكانياتنا كبلد وصلاحيات الرئيس. أنا يعني بحس بخطورة هذا الموضوع، لأنه أخاف أنه نكون ككتل كمكونات لبنانية عم نزداد سفر باتجاهات متعاكسة. طبعا إذا بدنا نكون واقعيين، يعني اللاعبين الأساسيين صاروا هني الشيعة والسنة، ولم يعد باستطاعة المسيحيين والدروز يعني إدارة اللعبة. طيب المسيحيين لأمتى بدوا ينتظروا لحتى تسمح الظروف الإقليمية بحوار سعودي إيراني وتفاهم سني شيعي ليجي الرئيس؟ بعدين بس مش عم تظلم شوي المسيحيين او بتحملوا المسؤولية اكتر من ما بيحملوها يعني في هذه الظروف؟ لانه حتى لو اتفقوا كل المسيحيين برأيك ينتخب رئيس الجمهورية في ظل هذا الصراع السني الشيعي؟ لا بس بكرة اذا اجا رئيس نتيجة تسوية اقليمية او كذا بنرجع لنغمة انه الاقصاء والتهميش. طيب شو عم يعملوا النواب المسيحيين مثلا؟ انا يعني استوقفني انه ما بينزلوا على الجلسة رغم انه الاسمين المطروحين من معسكر واحد، وانه انا ما بنزل على الجلسة لو اسمي مطروح. الى اين يعني؟ طيب خليني اسأل سؤال
مباشر. نعم. إذا لم تتوافر خلال 3 سنين الأكترية المطلوبة لانتخاب العماد عون، شو منعمل؟ منضيع 3 سنين من عمر اللبنانيين ومن عمر الناس ناطرين أنه تتوفر الأكترية؟ طيب بركي فاجأتنا التطورات السورية بما هو أدهى. نحن كنا نشكي وقت اللي كانت سوريا قوية لأنه حكمتنا. سوريا المفككة أخطر علينا من سوريا القوية. سوريا عم تتفكك وما حدا يوقع بالأوهام، لح يصير تحقيق انتصارات محلية. لكن العودة إلى سوريا السابقة مستحيلة. بدي أحكي على ملف سوري خصوصا يعني مع تطورات ميدانية إلى علاقة بمعركة حرب اللي معتبرينا أنه رح تكون يعني هي مفصل تاريخي يعني في سياق الأزمة السورية ولعبة المحاور في سوريا أيضا. وبالنسبة حتى لبعض التغيرات السياسية اللي حصلت مثل ما عم بيحصل بتركيا مع تركيا، وبارح كنا عم نقرأ بصحيفة الشرق الأوسط أنه تركيا قد تقبل ببقاء الأسد لمرحلة انتقالية يعني، وهذا يعتبر أنه في تطور اللي هلأ بدي أحكي فيه. ولكن بالنسبة لتأخلص من الملف اللبناني تحديدا بالأول، أنه هل أنه الملف عم نقول أنه اللبنانية اللبنانية اللبنانية، ولكن في شبه إجماع أيضا بالقراءات يعني لهذا الملف اللبناني أنه لا يمكن عزله عن ملفات المنطقة، وهو مربوط حكما بالملفات بملف أزمات المنطقة وتحديدا بالملف السوري، ولا يمكن أن يحل أي شيء فيه أو أي عقدة، خصوصا ملف الأزمة الرئاسية بمعزل عن الملف السوري. إيه أنا بعرف أنه الملف مربوط، وبعرف أنه آخر شيء يعني مربوط كمان بالوضع الإيراني وبوضع إيران بسوريا، لكن أنا من دعاة أنه نحن نضل نمتحن حالنا كلبنانيين إذا فينا نلتقي على حد معين. الرئيس لن يصنع العجائب، يعني بعطيكي مثال، الرئيس لن يحل مشكلة إذا نحن معتبرين أنه تدخل حزب الله بسوريا هو يعني موضوع خلاف داخلي. لن يستطيع. بعدين يعني هذه التغييرات بسوريا غيرت كمان بموازين القوى بلبنان. يعني بعد الأزمة السورية وتدخل حزب الله هونيك صار حزب الله قوة إقليمية، هاي منعكسي بالحوار. مين بيقدر، انت بتكون طرف لبناني محلي تحاور طرف لبناني اخر تحول الى قوة اقليمية، كيف فيك توصل معه لنتيجة الا على برنامجه؟ لكن انا عم اقول خلينا نضل نحاول، نحنا لنا مصلحة نضل موفرين الحد الضروري من شروط التعايش. برجع بقول مع التفكك السوري كل الحلول المطروحة للأزمة السورية يعني فيها شيء من التفكك، فيها شيء من الفيدرالية. طيب خلينا نتقل نحكي أكثر بهذا الموضوع، بس خلينا نتوقف أول شيء مع فاصل إعلاني ونرجع نتابع. ونعود لمتابعة نهاركم سعيدة مع أستاذ غسان شربل رئيس تحرير صحيفة الحياة بالملف السوري، يعني وهو الأكثر تأثيرا كما ذكرنا على الملف اللبناني. عم بتحذر من أنه راح سوريا يعني خلص ذاهبة إلى التفكك، وهذا التفكك سيكون أصعب على لبنان يمكن من كل ما مرقنا فيه يعني في تاريخ علاقات لبنان بس بسوريا. ليه تحديدا يعني هل انه اذا تفككت سوريا سينسحب هذا التفكك على لبنان؟ لا، اول شيء خلينا نقول انه نحن يعني مصلحتنا ان تكون سوريا موحده ومستقره. يعني لانه هذا بيتعلق بامننا وبمستقبلنا، وبعدين لانه سوريا هي بوابتنا على العالم العربي. لكن التمنيات شيء والوقائع شيء اخر. يعني بسوريا في أزمة مكونات، مش مجرد يعني أولا في شيء إرهابي خارجي توافد إلى سوريا، وهذا يعني لا يمكن إنكاره، داعش والنصرة وغيره. لكن كمان في شيء متعلق بصراع المكونات ويقظة المشاكل الداخلية. لما الروس اقترحوا صيغة الدستور اقترحوا عمليا على قاعدة الفيدرالية. اليوم
لم يعد من الممكن بكرة حتى لو عملت طاولة مفاوضات إعادة الأكراد إلى ما كانوا عليه. يعني اليوم في لاعب كردي بدك ترسم الخريطة التركية بضوء حد معين من مطالبه، مثل ما رسمت الخريطة العراقية على قاعدة إنشاء يعني كيان كردي أو حكم كردي بالمناطق. هذا أصبح يعني أمرا يعني خلص واقعا؟ لا، على الأقل على الأقل الأكراد ما عاش يقبلوا. يعني أنا بعرف صالح مسلم وهو بيقول أنه العودة إلى الماضي انسوها. يعني وحتى بيقول أنه جربنا سوريا العربية والبعثية فجابت لنا الويلات، بس جربوا سوريا الديمقراطية الفيدرالية وعنده 50,000 مقاتل. حتى لو تغيرت التفاهمات الدولية يعني مثلا هلأ بعض المصالحة التركية الروسية، يعني يعني البعض بيقول انه حتى مثل ما كنا عم نذكر بصحيفة الشرق الأوسط انه تركيا تقبل ببقاء الأسد مرحليا خوفا من موضوع الكردي، يعني لتجنب هذا الموضوع. في بتاريخ المنطقة شيء من اللعب بالأكراد والاتفاق على خنق الأكراد. كان كل نظام يدعم الأكراد بالبلد لحد منه ويقمع الأكراد المقيمين عنده. يعني مثلا أنا بعرف أنه الرئيس حافظ الأسد كان عنده علاقة وثيقة بمسعود بارزاني وكان يساعدهم، لكن أكراد سورية تحت القبض. كان مستضيفين أجلان للتعاطي بقصة أكراد تركيا، لكن ممنوع دعم أجلان يترجم يقظة للأكراد سوريا. داخل سوريا. بعدين في هذا الاتفاق على خنق الموضوع الكردي اللي منه مثلا كانت اتفاقية الجزائر بين صدام حسين وشاه إيران. دايما تركيا من سياساتها هذا التواطؤ ضد الأكراد. وأنا بعتقد العلاقة اللي ربطت سوريا بتركيا بالسنوات الماضية بعهد الرئيس بشار الأسد، للأسف أنست الرئيس بشار الأسد أنه الموضوع الكردي يحتاج إلى المعالجة وقد انفجر. يعني هلأ في مكونات يعني متصارعة. إيه بس الأكراد سوري يعني ما يمكن وحدهم لو ما بيندعموا من بعض القوى الدولية، ما يعني استخدموا ببعض المعارك ودعمتهم الولايات المتحدة وإلى آخره في مواجهة داعش، بس إنه وقت بيتخلوا عنهم بيرجعوا يعني بيتحجموا. إيه الغريب إنه داعش رجعت أعطت يعني شرعية لتطلعات الأكراد مش بس بسوريا، بالعراق. داعش استهدف إقليم كردستان العراقي ولعبوا أكراد العراق دور الأول بكسر شوكة داعش بهيديك المرحلة. ومعركة كوباني اللي صارت بسوريا أعطت أكراد سوريا شرعية كاملة واستجلبت لهم يعني مزيد من الدعم الدولي. يعني ما ننسى في لهم مكتب اليوم بموسكو وفي ثلاث أواعد أمريكية صغيرة بمناطق الأكراد بسوريا. صحيح بعد ما وصلوا مناطقهم أو يمكن ما يقدروا يوصلوها، لكن اللي عم أقول أنه نحن قدام سوريا جديدة يوم اللي بتوقف الحرب. ما بدي بس أحكي من زاوية الأكراد، بدي أقول أنه شو يعني الحل بسوريا. خلينا نترك قصة بقاء الرئيس الأسد أو عدم بقائه. الحل بسوريا يعني هو إعطاء دور أكبر للمكون السني. يعني طبعا في شيء من الديمقراطية من المؤسسات، لكن إذا بدك تحطيه بقواعده الأساسية إشراك أكبر للمكون السني اللي بيعتبر أنه كان مهمش. من هون أنا عم أقول أنه يعني سوريا الجديدة كل الطروحات بتقول الدولة المركزية لح تكون يعني شوي ضعيفة، لح يكون في كلمة أكبر للمكونات بإدارة شؤونها، يعني المحافظ سلطته أوسع إلى ما هنالك، وبالتالي نحن ما في عودة لسوريا الصارمة اللي حاكمها حزب واحد واللي بالنهاية القرار فيها في يد رجل واحد. طب هون شو دور حلب؟
بهذا بي 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 بهذه الصورة، بهذا المشهد، يعني حتى عم بيتم التركيز على موضوع معركة حلب، وانه اذا انتصر الجيش السوري فيها سيعتبر هذا يعني تحول تاريخي طبعا واستراتيجي. يعني حلب اعطيت أهمية، اولا حلب مدينة مهمة بتاريخها باقتصادها بتركيبتها بموقعها، واعطيت أهمية كأنه يعني حلب ممكن تكون المحل اللي بتنكسر فيه إرادة المعارضة السورية وإرادة القوى الإقليمية الداعمتها أو المتعاطفة معها مثل تركيا والسعودية وغيرها. صار نقاش حول قصة حلب بعتقد من شباط الماضي، وكان في رغبة عند النظام وإيران يعني بدء هجوم لاجتياح حلب. الروسي لم يوافق على هذا الموضوع، وصار نقاشات يعني وطلعت معلومات انه لا يريد كسر إرادة القوى الإقليمية ولا يريد اجتياح مكلف، حتى يعني في مسؤول روسي قال انه نحن يعني ما لنا مصلحة انه نبين وكأنه طب اليوم شو اللي تغير؟ عم نصطدم به. رجع يعني الروسي كمان ما قدر يعني عمل اختراق بالحلول، لأنه ما يرضي الإيراني ليس أقل من بقاء الرئيس الأسد وانتصار النظام. الروسي قال أنه أنا بدي بقاء المؤسسات من دون ما يقول بقاء الأسد هو شرط دائم. وجهة النظر الإيرانية أنه من دون الأسد لن تبقى مؤسسات، وأنه بقاء هذه المؤسسات. صار الروسي يدوزن موقفه على يعني طبيعة علاقته مع الغرب بجزء منها، لا يتطابق مع الإيراني ولا يتصادم مع الإيراني، لأنه بالنهاية كمان محتاج له. المستجد هو معلومات بتقول أنه الروسي أبدأ من مدي قصيري استعداد لتقديم الغطاء الجوي اللازم لمحاصرة حلب. مش لاقتحام حلب. الروسي كان عم يعتبر أنه تحاصر حلب هيدي ورقة لازم تستخدمها لإعادة بالحل السياسي وإعادة إطلاق المفاوضات، لأنه بتجعل المعارضة في موقع أضعف. أنا برأيي أنه إيران يمكن بدها تروح أكثر، بدها كسر التوازنات، لكن يعني لن ما بدها تكتفي بس بالمحاصرة. ممكن يتحاصروا ويتكرر السيناريو اللي صار بحمص وقطع المؤونات وإرغام المحاصرين على الدخول بمصالحات ونزع السلاح، لكن هذه العملية رغم أهميتها وحتى لو اعتبرت انتصار، أنا بعتقد ما حدا قادر يوجه ضربة قاسمة تعني إنهاء الحرب بسوريا. وبالتالي أنت بتستمر الحرب على 60% أو بتستمر على 40% أو على 30%، معناتها بعد استمرار الحرب. واللي بتعمله بالميدان إذا أنت بتضرب داعش وبتضرب النصرة وبتضرب المعارضة وبتقصف المدنيين، ليس بالضرورة أن يترجم حرفيا لما أنت آخر شيء بدك تقعد على طاولة المفاوضات. آخر شيء في حل الشيء اللي كنا عم نحكي فيه، بدك تعمل شراكة بين المكونات، تفهم الكردي وتشارك السني أكثر. وتبك تشارك السني يعني بك تشارك يعني عم نشارك القوى الإقليمية الداعمة لي أو يعني داعمة لي هذا المكون السني، يعني عم نحكي عن تركيا وعم نحكي عن السعودية بشكل خاص يعني طبعا وباقي الدول الخليجية، ولكن هول يعني القوتين الأساسيتين. أنا يعني عندي خوف أكثر من هيك. إذا الواحد بيلتفت على الأحداث اللي عم تصير بالعراق والأحداث اللي بتصير بسوريا، ممكن نكون نحن عشية ولادة قضية سنية بالمحل اللي يعني اسمه محور الممانعة، وهي قضية ممكن تكون أخطر من القضية الفلسطينية نفسها. يعني طلع على تكتل السني أو أوضاع السنة بالعراق. عندهم شعور بالمظلومية وعدم الإشراك. مجيء داعش تحول إلى نكبة جديدة للسنة، لأنه مناطقهم
التي حررت تعرضت كمان. ما عم اقول انا انه ما لعبت اجهزة الامن والجيش العراقي دور بالانتصار على داعش، على هامشها تم هز هذه المعاقل السنية اللي كانت تعمل التوازنات بالعراق. هلأ اليوم اوضاع السنة اصعب، بعد الموصل رح تزداد صعوبة، هذا بطبيعة الاشياء. الكتلة السنية بسوريا اجت داعش استولت على الثورة وقتلت الثورة، المعارك الطاحنة والغارات الرهيبة واللاجئين بمعظم من السنة. نحن خفانيا هذا خيط المظلومية السني يمتد من الأنبار ويركب عليه وضع بلبنان. إذا حسوا كمان سنة لبنان أنه هني خارج القرار بالملفات الأساسية، سواء تعلق الأمر بموقع لبنان بالمنطقة أو بعلاقة لبنان بالحرب السورية، أنا بعتقد هيدي قضية كتير خطيرة. يعني هيدي ممكن إذا قتلنا داعش الحالي بعد 5-6 سنوات تطلع داعش آخر إذا لم تحل القضية السنية. وهذا برسم قوى يعني محور الممانعة، دول محور الممانعة. لا يعني هو هون في مشكل، إذا أي حل متوازن بالعراق بمعنى أنه المكون السني يكون شريك فعلي بيطرح موقع العراق الإقليمي، وبالتالي شوي بقيد الإدارة الإيرانية للنظام العراقي، يعني بيخصم من الدور الإيراني. أي تسوية من هذا النوع بسوريا على قاعدة إعطاء المكونات يعني شيء يشبه حجمه أو شيء كمان بياخد من الدور الإيراني. الدور الإيراني وكأنه حجمه مرتبط بإبقاء هذا الاشتباك بالإقليم. مثل يعني بلبنان، بلبنان اعطيه رئيس الحكومة صلاحياته كاملة، السياسة الخارجية للبنان بتكون اكثر توازنا، ها، وبكون الدور الايراني اقل. ما عم اقول انا انه يعني تنبنى السياسات على قاعدة العداء لايران، لكن عم اقول التوازنات اللي بتمنع قيام قضية سنية بتصطدم بالادارة الإيرانية هلأ لهذه الملفات. طب إيران يعني هون ماذا تريد برأيك؟ يعني هلأ صار واضح أنه وكمان يعني ملموس أنه الاتفاق النووي الإيراني ما كان لهم عليه، ملفات المنطقة ما دخلوا فيه، يعني لأنه اليوم هيدا حتى بلبنان يعني اللي كانوا مراهنين من الرئيس بري وغيره انه الاتفاق النووي بكره راح يحل لنا مشاكلنا ما حل شيء. الايرانيين اليوم بملفات المنطقه بيتعاطوا مع بالمفرق او بالجمله؟ خليني اقول لك، هلا موسم كره قدم شايف في بملعب الشرق الاوسط 3 مهاجمين معهم 3 مشاريع. في مشروع داعش اللي اجى الاحدث يعني اطل من الموصل، بنعرف مشروع انتحاري لا تستطيع المنطقة احتمال بقائه، يعني كانت قوة الإرهاب بالزمان انه ما له عنوان. نعم. بس يصير الإرهاب له عنوان بيجي العالم وبيقتلع الإرهاب، وبالتالي نحن لح نشهد انه سقوط دولة داعش مهما اخذت وقت. في لاعب بارع تاني عم يلعب من وقت الغزو الأمريكي للعراق هو الإيراني، وهو بلغة كرة القدم بارع بيكمن بناور يعني بيتقدم وحقق أهداف. يعني خلينا نحن نقول بشكل طبيعي منشوف صورة قاسم سليماني بالفلوج، منشوف صورة قاسم سليماني بحلب. فمعناتها هذا البرنامج اللي حامله اللاعب الإيراني حقق اختراقات، اصطدم بالعقدة السورية، فلما حس انه العقدة السورية لح تنزع من محور المقاومة اخذ قرار بخوض الحرب الى الاخر. اللاعب الثالث هو فلاديمير بوتين، وهذا رجل يحمل مشروع السأر من عالم القوى العظمى الوحيدة من امريكا، يعني امريكا اللي هيمنت على العالم من بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وراحت صارت تقرب قواعد وتجتذب ناس على حدود الاتحاد الروسي، بوتين بيحمل مشروع سأر ضده. الغريب
والمدمر لسوريا انه اللاعبين الثلاثه موجودين هلا على ارضه ومشاريع انتجت يعني كمان ازمات وحروب تفصيليه. يعني تفككت المعادله السوريه، كنا عم نحكي عن موضوع الاكراد، تصاعد النزاع الشيعي السني، كنا من سنوات بس نقول رياح العراق والعرقني، فيعني يخطر لشديدي الاعتدال انه ما بيجوز وشو هالكلام والعرقني ومبالغه. نحن هلا نعيش نزاع سني شيعي، في ناس بتسميه هيك، في ناس بتلبسه اسواب تانية شيء تاني. فاذا قضايا كردية، قضايا شيعية سنية، مصير الخرائط او مصير الحدود داخل الخرائط. فإيران اجتها فرصة ذهبية بالغزو الامريكي وفاتت بالهجوم، حققت انتصار كبير يوم اللي فصلت الاتفاق النووي. يعني الاتفاق النووي لم يلزمها بتقييد سلوك الاقليمي، مثل ما اللاعب الروسي حقق انجاز كبير يوم اللي كان في ظروف تهيئ لضرب النظام السوري، عطى اوباما السلاح الكيماوي السوري، وطبعا هيدي الى نافذة اسرائيلي. فايران خايضة صراع على زعامة الاقليم، وعم تحدث تغييرات حقيقية بالعراق وسوريا وبلبنان. يعني ليش نحن نتردد بقول الأشياء بأسماء؟ الدول الأخرى بالمنطقة ما كان عندها مشروع هجومي، عندها مشروع لسد الثغرات اللي عم يعملها الهجوم الإيراني. ويعني هيك فيك تفسري ما يجري في اليمن، فيك تفسري بالزمان عندنا قصة السين سين، وشغلات من هذا النوع. أنا بعتقد إيران تطالب بالمنطقة، وهي دولة كبيرة ومهمة ومن حقها أنه تكون لاعب بارز، تطالب بأكثر مما تستطيع هضمه. ما بدي اقول لك يعني انه اللي صارت حققته لحد هلا ما بكفيها لايران، يعني هل سيسمح لها باكثر من ذلك؟ هناك لاعبين اخرين مثل ما قلت، في عندك ثلاث لاعبين اساسيين. بوتين يطالب بدور اكبر مما يحتمله اقتصاده، لانه هو يعني اهتم بالمجنه العسكريه والاعلاميه، ولكن هو ما عمل نقله بالاقتصاد الروسي. اما ابو بكر البغدادي فهو لا يطالب إلا بالانتحار عمليا، هو من برات هاي الأواميس، من برات هاي اللغة، وما فيش إمكانية إلا بشطبه من المعادلة. بكل هذه الصورة، سوريا التي كانت قوية صارت سوريا المسكينة اللي فاقدة قرارها، ما هي بتقدر تاخد قرار الحرب هلا، عندك إيران وروسيا، ولا بتاخد قرارات، ولا بتاخد قرار بشكل السلام وبهذا الموضوع. طب ما حكينا كمان عن لاعب بالمنطقة اسمه الولايات المتحدة، أم أنه هلا اليوم يعني الولايات المتحدة خلص دخلت بمرحلة الانكفاء بانتظار العهد الجديد يعني المقبل. خليني أرجع تابع أكثر بهذا كمان موضوع، ما توقف مع فاصل إعلاني تاني. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد أستاذ غسان شربل. أين الأمريكيين في هذا، في ملعب الكرة القدم يعني المنطقة اللي رسمته قبل شوي؟ يعني أنا بعتقد أوباما أخذ قرار مبكر، كأنه تعامل مع سوريا بصفته محل النفوذ الروسي، وأنه الملف السوري لا يستأهل انه يدفع من شانه دم الجنود الامريكيين وبلايين الدولارات. طبعا نحن يعني في ميول انسحابية وميول الى عدم الاشتباك عند اوباما، لكن هيدي قصة متروكة لاحقا لينحكم اذا التدخل الروسي كان انتصار مدوي لروسيا ولا بداية تورط بمنطقة يعني صعب الانتصار فيها.
يعني ممكن في ناس على المدى البعيد ممكن في ناس أمريكان يقولوا إنه بوتين بيقدر على 4-5 سنين يضل تارك طيرانه يعمل غارات بسوريا ويتسبب بقتلة. طبعا بس تقتلي مسلحين تقتلي معهم مدنيين يعني على قاعدة بكرة يعني ريراميوس الويكي ريرالو ديرنيه يعني. إيه؟ طيب هو عنده أكثر من 22 مليون مسلم بالاتحاد الروسي. الجمهوريات المحيطة بالاتحاد الروسي هي مثل ما هوني ديرجي بيئة حاضنة في منها فيها محلات بيئة حاضنة إيه. لهذا الموضوع. فأمريكا ممكن تكون عم تترك روسيا يعني تغرق بيعني ملف صعب الخروج في منتصر. بالوقت ذاته أمريكا عندها قلق من بروز زعامة صينية مش عم ينحكى بالموضوع الصيني. بالصين في رئيس حالي أنهى قصة القيادة الجماعية اللي صار له معتمد عقود من وراء غياب ماو تسي تونغ وعم يطلع رئيس هو صاحب القرار. فأمريكا عم تلتفت على أخطار أخرى وبالأولويات. طبعا بعتقد أمريكا رح ترمم الإرادة الغربية مثل ما بيّن بقمة حلف الأطلسي، تذكر بوتين بحدوده بمجموعة من الإجراءات بالدرع الصاروخية. بالمناسبة بعده الروسي خسران لما يصير السباق التكنولوجي، يعني الاعتقاد أنه كأنه أمريكا خلصت وراح ورقة مش صحيح. شغلي تاني بدي أقول، خلينا نلتفت انه بعد الروسي مهتم بالعلاقات مع اسرائيل، ربما حتى اذا احتاج ذات يوم من شان الكونغرس الامريكي. الرئيس التركي رغم يعني هذا السلوك المغرور والكذا رجع تعاطى مع اسرائيل كمان لانه قد يحتاج هذا الممر لانه اسرائيل مؤثره بامريكا. بعتقد أمريكا عند كثير من الأوراق هلأ عاطي الاهتمام لمحاربة الإرهاب أولا، لكن العلاقة مع روسيا لا عم تصنفها العدو الآني مثل ما قالوا بحلف شمال الأطلسي أو خطر يعني. يعني مثلا رفضت الشراكة الكاملة العسكرية مع روسيا، هذه كان في نقاش عليها قبل أيام، تقول له تبادل معلومات استخباراتية بس شراكة كاملة معك بسوريا لا. وأعلنوا أنه الاتصال اللي صار بين أوباما وبوتين أنه ما تم اتفاق على تنسيق وتعاون يعني بالنسبة لموضوع السوري. لا أنا ما بعتقد أنه يعني أمريكا ضعيفة إلى درجة أنه بوتين يملي عليها. في أزمات ما عندها حرية الحركة، كون الروسي ما عنده يعني عمليا معارضة. الروسي نظام يعني لا يخشى الرأي العام، يدير الرأي العام، وشعبية بوتين بتضل عالية. هن بيحبوا هذا الفتى اللي ضم القرم اللي بمد ايده على أوكرانيا بزعزع استقرار هون يعني. طب فينا نقول يعني انه كمان هلأ المشهد يعني ما رح يتغير عمليا قبل الانتخابات، إلى تأثير يعني بكرة الانتخابات الأمريكية على الدور الأمريكي في المنطقة إذا طلع ترامب مثلا أو إيه؟ إلى تأثير. كان في رغبة أن يعني يشهد شهر آب انطلاق مفاوضات المرحلة الانتقالية بسوريا، هذا كان كلام أمريكي روسي يعني سابق، لم يحصل ذلك. في حكي أنه أوباما حابب ينهي ولايته بوضع الأزمة السورية على سكة الحل، والكثير الإلحاح بهذا الموضوع هو وزير الخارجية كيري. السؤال اللي كانوا عم يسألوه الفرنسيين بهالكم يوم هو هل بوتين إذا بده يقدم شيء من التنازلات، طبعا بده يتقاضى بالمقابل، بفضل يعملها مع الرئيس الأمريكاني الجديد ولا مع الإدارة الأمريكية الرايحة؟ يعني ليش لا يعطي هدية لرئيس مغادر؟ ما بتكنش هذه كل هالملفات على الطاولة بكرة مع الرئيس الآتي. مش سهلة الصفقات اللي من هالنوع. خليني ارجع اقول مش اذا اخذ قرار بوتين بيتنفذ بروسيا، وان كان قوي يعني في كلام انه حتى العلاقات بين النظام وروسيا فيها شد وجذب وفيها خلاف اوقات على الاولويات.
بالمثلث الإيراني الروسي النظام السوري مش دايما التطابق هو القاعدة. صح. إذن هذا عن الموقف الأمريكي، وبالتالي أمور رايحة مثل ما قلت إلى بعدنا بمرحلة التعقيدات يعني. نعم. ولم نصل إلى مرحلة الحلول رغم كل الجهود يعني اللي عم تبذل، ودوميستورا وجنيف وما بعرف شو إلى آخره. قديه يعني ما بعرف قديه بعد بتتوقع يعني انه بعد نروح سنوات بهذا الموضوع؟ وهل كمان هون بنرجع يعني للسؤال اللبناني، انه تصير يعني بتصير انتخابات ما بتصير انتخابات رئاسيه قبل ما نبلش ملامح حل بالمنطقه؟ نروح بكره بايار الى انتخابات نيابيه قبل رئيس الجمهوريه؟ مش عم بقول لك انه توقع، بس عم بقول لك انه شو قراءتك؟ انا بعتقد انه الموضوع السوري بعده طويل. يعني خليني اقول انه رحنا على معركة حلب وتم كسب معركة حلب، بعدين طيب وبعدين ما فيش بقى بتقديري يعني قدرة عند الجيش السوري على استعادة كامل سوريا. وبشك يكون في استعداد روسي لشن غارات على كامل سوريا لتأمين هالشغل. ما في قدرة عند ايران انه تجيب اعداد من المقاتلين بحيث تستعيد كل سوريا. استعادة كل سوريا يعني مذبحة كبرى. وبالتالي نحن بدنا نستمر بالتعايش مع الحرب. أنا بعتقد بعدنا بالقراءة، المعلومات المتوافرة تشير إلى أنه الأزمة السورية طويلة، ولهذا السبب نحن لازم إذا فينا نتعايش. سؤال كمان ما سألته بيتعلق بموقف السعودية، يعني اليوم أي دور تلعبه السعودية بملف الأزمة السورية؟ وهل فعلا ما ينقل عن السعودية أنه كمان تركين الموضوع لللبنانيين؟ يعني هن ما رح يسهلوا الحل، ولكن مش رح يعقدوا الحل، لأنه في أجواء ما نقول أنه ما عندهم فيتو على حدا، ولكن نحن معنا خطة لنسهل يعني الوصول إلى حل. أنا ماني شايف أنه الموضوع اللبناني يعني يرتدي هذه الأولوية حاليا عند السعودية. السعودية عم تواجه يعني مجموعة مشاكل، الإرهاب شفنا، والسعودية إلى دور أساسي بمحاربة الإرهاب، وهي مستهدفة من كل البرامج اللي بتصير لتغيير المنطقة. لأن السعودية نقطة تقل اقتصادي وسياسي وديني. إذا بدك تغير الشرق الأوسط بدك تحاول تغير السعودية، وهي مستهدفة بأكثر من برنامج، من برامج اللاعبين اللي كنا عم نقول عنه، عند الموضوع اليمني وهو ملح، عند التحول الاقتصادي اللي يعني أخذ محل أساسي كتير باهتماماتها، بعلاقاتها الدولية، بجولات المسؤولين السعوديين. طبعا بضل لبنان مهم للسعودية، لكن درجة الاهتمام تتعلق بسلوك اللبنانيين مع السعودية. يعني كل ما اللبنانيين كانوا منطقيين ويعني شجعوا السعودية على أنه يكون إلى دور، يعني السعودية ما بدها تمركز بلبنان، ما بدها تدير لبنان. نعم. ما عم تقول بدي أفرض عليكم مرشح بحدود ما بعرف أنا يعني، لكن أنه تساعد لبنان. ربما السعودية معتقدة أنه الوقت الحاضر يعني هاي الحدود اللي فيها تساعد لبنان بخياراته الحالية. والدور ومواجهة الدور الإيراني في لبنان، أنه طالما عنده يعني واقف على حدود بس التعطيل وعدم يعني. شوفي مواجهة الدور الإيراني، يعني إذا بدي أقول الصراع السعودي الإيراني له عدة مسارح. السعودية عطلت محاولة إثارة يعني قلب الأوضاع أو إثارة الاضطراب بالبحرين. اتخذت قرار صعب باليمن. حاولت بالسين سين تعديل السياسة السورية. أما بلبنان مشروع مباشر ماني شايف.
نحن لهون تنتهي حلقتنا نحن وياك استاذ غسان شربل. انا كثير بدي اشكرك اليوم لحضورك معنا في برنامجنا نهاركم سعيد، ومنعتذر ايضا على العجقة السير يعني اللي علقت فيها. بدنا نشكر كل المشاهدين اللي تابعونا بحلقه اليوم، والى اللقاء.